انا اقول ان هذه الصواريخ محرمه دوليا، فهو امر لم يعد يعني العالم حقيقه الصمت العالمي على ما يجري في حلب. هذه القنبله الارتجاجيه تعتبر واحده من 10 قنابل سقطت اليوم في مدينه حلب، قنبله تزن اكثر من 2221 كيلوغراما. الغريب ان امريكا هي من تصنعها وروسيا هي من تقصفها على الشعب السوري المحاصر في مدينه حلب. هل الحصار لم ياتي اكله؟ هل صمود حلب هو المشكله لدى الاسد واعوانه وحلفائه او انه عميلهم؟ لا أدري. هذه قنبلة ترمى في مكان سكني معروف، ساحة المشهد، حي المشهد. هذه الساحة التي تشهد نشاطا يوميا من حيث أنها سوق لما تبقى من خضروات بقدونس وخضروات لا تفي بالغرض أيضا أصلا من الحقول المتواجدة على أطراف المدينة والتي لا تفي حاجة المواطنين، ومع هذا تقصف. هناك إجرام كبير يمارس في كل يوم. الطائرات لا تغادر مدينة حلب، لا تغادر سماءها. القصف الروسي مستمر في كل لحظة وما زال الصمت العالمي. حقيقة لا نعول على العالم لأنه صمت عن دارية وعن المعظمية وعن الوعر وعن باب عمر قبلها. لا نتوقع من العالم أي شيء، نعول على سواعد أبطالنا في الجيش السوري الحر وفي فصائل المعارضة كلها وفي جيش الفتح، نعول عليهم ولا نعول على أن يقوم العالم بتحرك بهذا الصدد، لأنه لو تحرك لكان تحرك في القضية الفلسطينية، لكان تحرك في قضية سربينشيا، لكان تحرك أصلا في قضية ناكازاكي وروشيما. حقيقة المجتمع الدولي يبدو أنه يستسيغ الإجرام ويبدو أنه قائم على الإجرام بشكل عام بسبب صمته المستمر على ما يقوم به الأسد وحلفائه في سوريا. أنا بتمنى من فصائل والقادات تتوحد، لأني نحن إذا ما توحدنا طلع شعبنا عم ناكل عطل، ونحن الشعب المدني ما لنا علاقة طاولة. لأني طلع أنا بتقتل هالأطفال برقبتكم يا أهل القادات، توحدوا بقى وصيروا إيد وحدة وقلب واحد. حاجتنا عم ناكل عطل في نهار صاروخ سكل، وبتمنى من كل الفصائل أخواتنا والفصائل كلهم أخواتنا إن شاء الله تتوحد. يا أني أنا اللي مرة يتوحد أصبح هذا هو خاين وينك وعم بتعامل مع النظام ومع أمريكا ومع كلهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل أحسن.